السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله جلسه. في هذه الحلقه غادي نرد على النائب البرلماني الجزائري سليمان السعدوي اللي اعطى رايه في الخطاب الملكي، وغادي نسمعوا له ونردوا عليه. انا نرد عليه بالطريقه ديالو، بالهوس ديالو، وتقريبا باللكنه ديالو ولا باللهجه ديالو، باش يفهمنا ونفهموه مزيان ويفهمونا كاع كاملين، لا المغاربه ولا الجزائريين. ديال هذا الكلام يهمنا احنا مغاربه وجزائريين، ونهضروا بصراحه. وغادي نسمعوا مرسو من عنده ومرسو من عندي، دقه منا ودقه من لهيه. والاخوه المغاربه سمعوني مليح، انا شعبي، كنت برلماني لمدة 15 سنة، معناها بلي أنا موجود في الدولة الجزائرية، مانيش نكرة. نقول رأيي بعيد عن الحكومة، بعيد على رئاسة الجمهورية، أنا شعبي من ولد الشعب. خطاب الملك بالنسبة للشرع الإسلامي جاء في قالبه، معنا ما نقوله، وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها. هكذا معنا ما نقوله، وكلام اللي قاله زين. أنا راني نهضر شعبي بسيط. نحس باللي يحسوا المغاربة، والمغاربة يحسوا بالشعب الجزائري. رانا مبعدين الحكام ومبعدين المملكة، رانا بغينا نهضروا شعب مزيان. السي سمان العموري، وهدي سمان هو اسم دلع ديال سليمان. نهضروا الشعبي، نهضروا تركي، نهضروا اسباني، نهضروا قاوري، احنا موجودين. المهم حنا نتكلموا كلام زين ومعقول ومنطقي. ونقول لك جبد الاصلك، انت من قبيله العمور وخيرت، والعمور قبيله انقسمت على جوج، شي جا هاك شي جا هاك. وكان هذا المستعمر زاد غير واحد الشرطه غير شويه هاك، وانت راك معنا هنايا وتقول الصحراء مغربيه. وغير رد البال عشان نهار يدوروا فيكم ويزعكوكم ويجيبوك هنا للمغرب، يقولك انتم انتم ريحت فيكم ريحه المروك، وتبقى تقول يا مقواني يا مقواني، يا حوجي يا حوجي، انا منو دا فين كنتي، منو دا فين درتي الوليد. حنا موجودين ونتكلموا بصراحه، وهذا النقاش اللي خاصنا نقاشها. نتاع الاخوه والتلاحم والعيب بين الجيران، هذا وصى عليه رب العالمين من بدو الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم. مادام حنا نقولوا حنا مسلمين، واه راكم تقولوا على راسكم مسلمين، بصح السؤال واش نتوما مسلمين؟ واش هي مظاهر الاسلام عندكم؟ اش هي مقومات الاسلام عندكم؟ الواحد منين يامن خصو يستقيم، ولا كان مسلم خصك انت مسلم تبان له في الحركات ديالو، في الاقوال ديالو، في السلوكات ديالو. هاد الخدمه اللي درتوها معنا خدمه المسلمين، دعوه الى تهدئه كرنا باغيينها، ان الجيران يعيشوا مع بعضهم كاع رانا باغينها، ما نعيبوش. وكلام زين نتاع عاودي ما تسبوش الجزائريين، وقبل جلاله الملك ولا تقول الكلام هذا، كي كان صاري خلاف بيننا وبين مجموعه من 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 من, من, من الشباب المغربي، ماشي حاجه المغاربه كل وحاجه الجزائريين، حنا اللي نمتهنوا السياسه، هضرنا في بعضنا، فيكم اللي قطع في الجزائريين، والجزائريين قطعوا في الحكم، والمغاربه قطعوا في الحكم. اشوف اسمار، ما نخلطوش في الاوراق، ما تسويش الضحيه مع الجلاد. ماشي بحال بحال، انتم من هذه شحال، 1962 وانتم في الصداع، وانتم تجيبوا لنا في الصداع، وانتم تقطعوا فينا وتجيبوا لنا الاديه، وتعادي وتجيبوا الناس تجيب لنا العديان، وتخليوا الناس يهاجمونا ويهددونا في الامن والاستقرار ديالنا. ما تخلطليش. ولاد الشعب خطيهم، والفقراء خطيهم. يمكن حنا السياسيين قلتوا وقلنا، عفى الله عما سلف. صمان، كيفاش عما عفى الله عما سلف؟ انا قلت لكم ما تخلطليش الضحيه مع الجلاد، عند ربي لا نختصم. واش درتوا فينا قليل؟ هذه القضية ديال المسلمين اللي قلت حنا مسلمين، ولا نقولوا لا رحنا مسلمين، راسنا مسلمين. انا نسولك غير سؤال، هذيك 350 اللي طردها بومه ديال الله يشوطه،
واش تقولوا فيها؟ هذه خدمة المسلمين؟ أو سلحوا عباد الله ويجيو يديروا لنا هنا البارود؟ هادو أنتم مسلمين؟ أما زال سمان في يوم القيامة الشعب المغربي كله يوقف أمام الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أنت بعدا راه قلتها، قلت ربي هو الحق، الحاجة اللي بينك وبينه يفريها، بصح الحاجة اللي بينك وبين العبد ما يفريهاش حتى يسمح لك العبد. وهكذا حنا عند ربنا نختصي من نوقف إن شاء الله يوم القيامة قدام الله سبحانه وتعالى، نقول له جيب لنا هذيك العصابة ديال الجزائر، جيب لنا هذوك المسؤولين ديال الجزائر، ناخذ منهم حسنات، نقرشوا منهم حسنات اللي عندهم شي حسنات ديروها في الدنيا، ونقول لهم وين حقنا؟ ها واش داروا بينا؟ ها فين تعداو علينا؟ داو لنا رزقنا، هولونا هنا، رعبونا هنا، كي ديروا؟ يا فكروا في يوم القيامة يا خلطة شركم، واش راه غادي يفوت عليكم؟ ومن دابا صحوا المواقف ديالكم، إلا تقدروا تصحوا المواقف. بصح الصهاينة ما عندهمش دواء. مالغري راكم في مرحلة التعامل والتعاون، ولكن وجود الصهاينة وبعثات دبلوماسية زائد عسكرية خطر على الدولة الجزائرية، لأننا ما نثقوش فيهم إلى يوم الدين. هذا هو الهاجس. مزيان أنا نقول لك عصابة الجزائر ما عندها دواء. عصابة الجزائر روسيا اللي راكم جايبينها تما هي وفاغنر، داك الشركة الروسية الخاصة. إيران ميليشيات البوليزاريو خطر على الشعب الجزائري وخطر على المملكة المغربية، ما نثقوش فيهم إلى يوم الدين. هذا هو الهاجس. ما نكرهوش الشعب المغربي وما نكرهوش حتى الحكومة، كان مدانا في الحكم نهضروا فيه نتاع المغرب، ما كان ما دخلنا. النظام الملكي المغربي هو العقدة ديالكم، عقدة عصابة الجزائر ومن يدور في فلكها من 1962، وانتم في عداء واعتداء على النظام الملكي المغربي وعلى ثورة الملك والشعب، ودرتوا الوسائل الكبيرة وما زال تابعين النظام، لأنه كتعرفوا بأنه ثورة الملك والشعب هي القوة نتاع المغرب. وهاد المسألة راك مديو منها غير نبك غير تهناو، ويا ريت هاد الكلام تقولها لهم، قولها لعصابة الجزائر، قول لهم خطوكم من النظام الجزائري، وتشوف هاد الكلام غادي يحاسبوك عليه. إنما حسن الجوار يتطلب أننا ما نجيبو لكمش عدو وما تجيبو لناش عدو. على ماك تضحك أسمار أصوت على اللي ما عنده نيف؟ كيفاش ما عارفين انتوما باللي ما تجيبو لنا عدو وحنا نجيبو لكم نجيبوكم عدو؟ كيفاش انتوما من 1962 انتوما تجيبو لنا غير في الاعداء؟ وهادي 47 سنة وانتوما مكلطين علينا. 47 سنة راه ما جمعها غير الفم، وتقول لي ما جيب لنا عدو؟ وين كنتو هادي شحال؟ وين كنتو هادي شحال؟ ياك الاسرائيل جات غير هنا، ياك الهضرة ديالنا على الشعب القبائلي غير هنا، وين كنتو هادي شحال؟ وين كانت هاد الأخوة؟ وين كانت هاد الظرافة؟ وين كانت هاد السياسة؟ وين كانت هادي؟ خطاب زين يدعو الأخوة، واه إنما راني مانيش نهضر بالحكومة، الحكومة تدبر راسها، الحكومة الجزائرية. بالتالي هذا هو الهاجس باش تنطرب الخواطر. أما الصحراء الغربية طال الزمن أو قصر يكون في حل وسط، يكون تقولوا لنا بلي 46 عام وانتم تغدوا البوليزاريو، نقول لكم يا سيدي خلوها للأمم المتحدة، احنا قلنا لكم خلوها يديروا لي استفتاء، ولا قالوا رانا في المغرب الله يسهل عليهم. ايوا خويا من هكا خلوها في الأمم المتحدة، ياك تقولوا هذه القضية راه في الأمم المتحدة وخلوها في الأمم المتحدة. انتم ما تصبحوا الصباح ما تفيقوا مع الصباح وانتم تشوفوا شنو ديروا للمروك، والميزانية ديالكم كاملة مشات غير في الصلاة مع المروك. فين ما كاين شي مسؤول خاصو يضرب في المروك، وخاصو يتحرك ضد المروك، وخاصنا ندعموا هاد سميتها الجمهورية كذا، وهاد الشعب كذا شي منا ماعرفش هو، وهادي وهادي وهادي. كيفاش؟ انتم ما تابعين غير المغرب، وفراسكم غير الله يسهل عليهم. هذا يتحل، يتحل قضية الصهاينة ما تتحلش
خطر على الشعب المغربي وخطر على الشعب الجزائري. بلا بيهم نقدروا ترانجو طال الزمن او قصر، تولي اللحمه تولي حتى بحل وسطي وحل ترقيعي تندار. اما وجود صهاينه خطر على الشعب المغربي وخطر على الحكم المغربي وخطر على الشعب المغربي، الشعب الجزائري وخطر على الحكم الجزائري. يا سي سليمان السعدة، ونتمنى تكون استوعبت الدرس مزيان وفهمت الامور مزيانه. وحنا موجودين للرد على اي جزائري يسيء المغرب او يسيء الرموز المغرب ويسيء الشعار الخالد ديالنا الله الوطن الملك، بالصح بالحجه والدليل. وانا كنتوجه الكلام للمشاهدين الكرام، واش رايكم في داك الشيء اللي قال سي السعداوي؟ واذا كاين شي واحد اللي كتشوفوه من الكراغي الى الفراقشه، ولا شي واحد من خدام النظام العسكري الجزائري قال شي حاجه دار شي فيديو، ماذا بكم تصيفطوا لنا الرابط. قناه محمد المداحه موجوده انا باش ترد عليهم، وما غايديو غير البرد. شكرا، تمام بكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.